القناة الأولى، السادسة مساء، الجريدة الدولية. توفيق بوسكين. ونستهلها بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يشدد على ضرورة تعزيز دور الجزائر في تحقيق السلم ولم الشمل في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. الهيئة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي تندد بالممارسات العنصرية والقمعية بحق العمال الصحراويين. الخارجية الفلسطينية تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عملية التهجير القسري. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن رفض الحريري مبدأ الاتفاق مع الرئيس ميشيل عون لتشكيل الحكومة يدل على اتخاذه قرارا مسبقا بالاعتذار. حركة طالبان تشترط على الحكومة الأفغانية وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح آلاف المعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله. في الشان الصحراوي، نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي اليوم بالممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمدها سلطات الاحتلال المغربي ضد العمال الصحراويين دون نظرائهم من المستوطنين بشركة فوسبو كراغ. تنديد الهيئة جاء عقب إقدام قوات القمع المغربية بتدخل عنيف الاثنين الماضي ضد مجموعة من العمال الصحراويين كانوا يحاولون استفسار إدارة الشركة حول مصادرتها حقوقهم، كما كانوا يرغبون في الاستفسار حول إجراءات الإدارة معهم التي تعتمد التمييز العنصري في استهدافهم كصحراويين. وحسب منسق اللجنة الصحراوية بحقوق الإنسان في أوروبا حسان إيميلد علي، فإن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي هي أفضل وجهة بإمكانها أن تراقب معاملة العمال على أرض الواقع وعلى الهيئات الدولية خاصة الأمم المتحدة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات لا شرعية، كما يقول في هذا الاتصال لفريدة العربي. الصحراويين في يوم يفقدون أعمالهم وتقطع أرزاقهم وتعطى للمستوطنين، وهذا يعني هذه السياسة الممنهجة، ويراقبون هذا الوضع وكل مرة يصدرون يعني تقارير عنه ويصدرون عنهم رسائل إخبارية ينددون بما يقع. ويا ليت العالم والمنظمات العالمية الحقوقية ومجلس الأمن خصوصا واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي من شأنها ومن مسؤولياتها تطبيق معاهدات جنيف والقانون الدول الإنساني على هذه المنطقة، أن تأخذ بنصائح وبرسائل الإخبارية لهذه الهيئة المناهضة للاحتلال وحتى بتقاريرها التي تصدر عن انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام فيما يخص أسس المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتقتيلهم واغتصاب الحرائر كما وقع يوم 12 مايو مع عائلة سلطان خيا حيث اغتصبت فتاتان في منزلهما وكان هذا الاغتصاب موثق حتى بالفيديو. ومن جهة أخرى، سلطت صحيفة البايس الإسبانية اليوم الضوء على الانتقادات التي وجهتها الخارجية الأمريكية إلى المغرب بخصوص حرية التعبير بعد إدانة الصحفي سليمان الرسوني بالسجن النافذ، مشيرة إلى أن الرباط تلتزم الصمت لحد الساعة عكس رد الفعل تجاه البرلمان الأوروبي في قضية استخدام ملف الهجرة غير الشرعية لأغراض ابتزازية. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد المغرب لأول مرة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن بعد أن حكم على الصحفي سليمان الرسوني بالسجن 5 سنوات سجن نافذ. ويرى المعارض المغربي المقيم بواشنطن مصطفى أديب أن المغرب يعامل كل شعبه بطرق تعسفية وبقمع كبير، ليس فقط الصحفيين كما يقول في هذا التصريح لفريد العربي. هو تعامل مع جميع المواطنين المغاربة تجاه من يعتبرون أسيادة وخدام الدولة ورجال الدولة بالمغرب، هذا أمر عادي في المغرب. بدأ نسمع بالصحفيين أكل أن الصحفيين لهم زملاء يتحدثون عنهم في الجرائد. سليمان الرسوني لم يتمتع بمحاكمة عادلة، عمر راضي لا يتمتع بها الآن. الحقيقة فقط يضر الرمادة في أعين الشعب المغربي صاحب الأرض الحقيقي وصاحب السلطة وصاحب الكلمة،
أتى الحسن الثاني فعل شيء، لأن الشعب المغربي طار ضد الشعب منذ 1912 ولم طار ضد هذا النظام ولم يعد يريده، وهو الآن قائم فقط بسبب فرنسا التي تحميه. فقد فأتى هذا الملك وقال أنه سوف يصلح المؤسسات وسوف يقوم بهيئة إنصاف ومصالحة، فلم نرى أي شيء، فقامت الثورة في فبراير 2011. وفي الشأن الليبي طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مجلس الأمن بتنفيذ القرارات المتوالية بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين الذين لازالوا يهددون بالحروب والحلول العسكرية. وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، دعا دبيبة الدول المعنية بالوضع في ليبيا بالعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي وإيقاف المحاولات الداخلية منهجا لإضعاف قدرة الحكومة، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل فوري ومتزامن، مطالبا بدعم المجتمع الدولي لتوحيد المؤسسة العسكرية. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار عن تشكيل الحكومة. وأضافت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيانها، بعد اعتذار الرئيس المكلف سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن. ويرى المستشار القانوني اللبناني الدكتور ناجي سابق أن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة سيعمق الأزمة اللبنانية ويدخلها النفق المظلم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني. اعتذار الرئيس سعد الدين الحريري عن تكليف الحكومة اللبنانية وتأليفها ذو مفاعيل سيئة جدا. الوضع السياسي سيكون متعب جدا للأفرقاء السياسيين وللتحالفات السياسية الموجودة، وبالتالي يعيد خلط الأوراق ويقوي محور الغربي والتدخل الفرنسي والتدخل المصري والتدخل التركي، لأن الرئيس سعد الحريري قام بمتابعة لكل هؤلاء الدول استشارهم وأقدم على هذه الاستقالة. على الصعيد اللبناني سيكون هناك إعادة تكليف لرئيس جديد، وهذا وفقا للدستور لن يكون سهلا، لأن هذا الموضوع فيه كتل نيابية تابعة للرئيس الحريري وهو أكبر كتلة سنية في لبنان ولديه حلفاء. سيكون هناك هدر كبير للوقت على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني الفقر مع انقطاع الكهرباء والبنزين وأدوية، إضافة إلى عدم وجود أي أمن صحي في المستشفيات. في تطورات أزمة سد النهضة، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة. وقالت المهدي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إن السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا إلى جانب بإمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، مضيفة أن فريقا من الخبراء يعمل الآن على هذه الإمكانية على أن يقرر ويعلن ما يمكن فعله بالضبط. فهل بقى باب الدبلوماسية مفتوحا في ظل أقدام إثيوبيا الملا الثاني قبل المهلة المحددة للملء؟ سؤال طرحته جهيد الخلفاوي على المحلل السياسي والخبير في الشؤون العربية أحمد جمعة، فكان رده كالتالي: أنا ذاهبون إلى صدام وإلى إجراءات خشنة يمكن أن تقوم بها مصر والسودان بسبب الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي. مصر حتى اللحظة تتمسك بالحل السياسي والدبلوماسي من خلال التشاور مع إثيوبيا، شريطة أن تكون هناك وساطة رباعية تنخرط مع المشاورات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وذلك لإجبار الجانب الإثيوبي على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة دون الالتفاف ودون أي تسويف. إثيوبيا على مدار عقد كامل لم تلتزم بإعلان المبادئ على سبيل المثال أو أي من التفاهمات والاتفاقات التي جرت خلال جولات عدة من المفاوضات، وهو ما دفع مصر لاشتراط جدول زمني للتفاوض وتكون جلسة هذه المفاوضات محددة، محاور التفاوض محددة، وأن يتم التوصل لاتفاق ملزم. وبعد هذا التاريخ يحق لمصر والسودان تتخذ ما ترتئيه لحماية أمنها المائي.
في العراق قال مقتدى صدر زعيم التيار الصدري بالعراق اليوم إنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية العراقية في أكتوبر المقبل ولن يدعم أي حزب. وحذر الصدر من أن يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية. ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد مصدق يوسفي أن الانتخابات العراقية القادمة تكاد تكون محسوبة مسبقا بالرغم من موقف الصدر في هذا المجال، وهو ما يوضح في هذا الاتصال جهيد خلفاوي. الانتخابات شبه محسومة كغيرها من الانتخابات السابقة، وبالتالي سيكون التأثير شعبيا، لكن على مستوى العملية السياسية أعتقد أنه التأثير يكون محدود، لكن مستقبلا إذا كان هناك مشاركة من طرف فيما يتعلق بالوزراء أو فيما يتعلق بالقرار حكم ما يتعلق بصنع القرار في العراق ممكن تكون، لكن بنظر إلى المقصد قوة ونبني عليه صعب جدا أن يشارك فيما يتعلق بالعمل السياسي الآن مع الحكومة هي لم تتقس معه أغلبية المواقف أو لم يدعم الحكومة في أغلبية القضايا المطروحة. في الشأن الأفغاني قال مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع طالبان اليوم إن الحركة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7,000 سجين متمرد محتجزين في سجون أفغانستان. ويرى الخبير الأمني والعقيد التونسي علي رزمديني أن الحكومة الأفغانية حاليا في موقف ضعيف ولا خيار لها إلا الرضوخ لشروط طالبان، وهو ما يوضح أكثر لجهيد خلفاوك. أولا الحكومة الأفغانية ليس لها خيار إذا تخلى عنها المجتمع الدولي، هي حكومة نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية ودعمتها، وكان للوجود العسكري الأمريكي دور كبير في تنصيب هذه الحكومة وفي بقاء هذه الحكومة طوال هذه المدة. اليوم وقد تخلى المجتمع الدولي كاملا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن أفغانستان وعن الحكومة القائمة، أصبح وضعها هشا. النتائج العسكرية التي حققها طالبان تؤكد السيطرة الكلية على نسبة مئوية مهمة جدا من الأراضي الأفغانية، ولم يبقى أمامها سوى العاصمة كابول وأحواز العاصمة كابول. هناك قتال دموي وحاد، قوات حكومية تكبدت خسائر رهيبة، الشيء الذي دفع طالبان إلى التمدد إلى خط معين من العاصمة كابول. إذا سقطت أحزمة العواصم انتهى الأمر، وبالتالي الحكومة اليوم في أفغانستان ليست لها القوة الكافية لمواجهة طالبان إلا إذا طبيعة الحال وقعت دخولات خارجية أجنبية سواء سياسية أو دبلوماسية، لأني أستبعد العودة العسكرية للقوات الأمريكية. في جديد الملف الإيراني النووي، أكدت اليوم مصادر دبلوماسية أمريكية أن إيران لن تعود لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى يتولى الرئيس الجديد مهامه. هذا وقال النائب الأول لرئيس إيران أن إنه حتى روسيا لم تتعاون مع إيران لتخفيف ضغط العقوبات الأمريكية. وحسب الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن روسيا تسعى للمحافظة على توازن علاقاتها الدبلوماسية مع الطرفين الأمريكي والإيراني، كما يقول في هذا الاتصال لفريدة العربي. من المعلوم أن العلاقات بين إيران وروسيا هي علاقات طبعا دعم، لكن طبعا تختلف الرؤى حول عدة ملفات، بمعنى أن روسيا دعمت إيران كثيرا سواء فيما يتعلق بمسألة الاتفاق النووي اللي دشن في عهد باراك أوباما، وأيضا فيما يتعلق أيضا بالمصالح المشتركة ما بين إيران وبين روسيا في سوريا. أنا أتخيل طبعا أن الرئيس الحالي، وطبعا هو من الجناح المتشدد لإبراهيم رئيسي الرئيس الحالي لإيران، ربما يتعشم في روسيا أكثر من ذلك. هو يريد طبعا دعم مطلق من الجانب الروسي، لكن روسيا توازن الأمور، خاصة أن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عدة مصالح، إضافة طبعا إلى مسألة التقارب بينهما فيما يتعلق بمسألة الاتفاق على الأسلحة النووية. طبعا أنا أعتقد أن كل الأمور أن روسيا توازن بين مصالحها مع إيران من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، خاصة أن هناك عقوبات دشنت على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن روسيا لا تريد استعداء الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من خلال دعمها للجانب الإيراني، إضافة طبعا إلى أن إيران حاليا في سبيل طبعا إبرام صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال نجاحها، تكون إيران نجحت في مسألة إعادة اتفاق النووي مع جو بايدن لكن بصيغة جديدة. ختام الجريدة تذكير بأبرز عناوينها. وزير الشؤون الخارجية يشدد على ضرورة تعزيز دور الجزائر في تحقيق السلم ولم الشمل في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
الهيئة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي تندد بالممارسات العنصرية والقمعية بحق العمال الصحراويين. الخارجية الفلسطينية تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن رفض الحريري مبدأ الاتفاق مع الرئيس ميشيل عون لتشكيل الحكومة يدل على اتخاذه قرارا مسبقا بالاعتذار. حركة طالبان تشترط على الحكومة الأفغانية وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح آلاف المعتقلين.